انفجار عبوة ناسفة زرعت في إحدى آليات الجيش الوطني السوري في مدينة عزاز شمال محافظة حلب دون أنباء عن وجود إصابات. الجيش الوطني السوري يعلن السيطرة على قرى كيف خانة والجلبة وعبدكوي وطباش غرب مدينة تل أبيض شمال سوريا ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها مع الجيش التركي. عناصر ميليشيات حزب البيادة الكردية تقوم بسرقة محال المدنيين قبل انسحابها من بلدة أبو راسين شرق مدينة رأس العين. قوات نظام الأسد تنشئ حواجز عسكرية مشتركة مع ميليشيات قسد الإرهابية في قرى شويش والنوفلية والمحل والبدران غرب بلدة تل تمر في ريف محافظة الحسكة السورية. انطلاق الاجتماع الثنائي الذي يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية